هذا وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية يأتي في أعقاب اتفاق الحكومة مع تحالف يضم شركات مواني هاتشسون على إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتين للحاويات بمينائي السخنة والدخيلة باستثمارات تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار. موانئ هاتشسون هي رائدة شركات الاستثمار في الموانئ وتطويرها وتشغيلها في العالم، ولها شبكة عالمية شاملة من محطات الحاويات تغطي 26 بلداً و 52 ميناءً. تسعى موانئ هاتشسون الآن إلى جلب مهارتها وخبرتها وعلاقاتها التجارية إلى جمهورية مصر العربية بالعمل تحت رعاية وزارة النقل المصرية من خلال عقد حق انتفاع لمحطتين جديدتين للحاويات، وهما B100 بمحطة الدخيلة بالإسكندرية ومحطة العين السخنة بالبحر الأحمر. مع المخطط الرئيسي لوزارة النقل للربط بين البحر والسكك الحديدية، وعلى وجه الخصوص تطوير قطار ركاب وقطار شحن فائق السرعة في مصر، سيكون المنفذان الجديدان بمثابة المحور الرئيسي لممر اللوجستيات الجديد ويصلان إلى منطقة الشحن الرئيسية، وذلك لم يحدث من قبل. ستقوم موانئ هاتشسون بتنفيذ التقنيات الرائدة عالمياً في المحطات الآلية مع كل من التحكم عن بعد والتداول المستقل للحاويات. ستؤتي هذه الاستثمارات ثمارها مع زيادة إنتاجية السفن والإنتاجية النهائية للمحطة وبيئة عمل أفضل للموظفين. تستخدم محطاتنا أحدث التقنيات المتجددة لضمان مسار سلس وفعال إلى صافي الصفر نت زيرو. بموقعها الاستراتيجي بالقرب من مركز الشحن الحالي بالإسكندرية عند مدخل ميناء الإسكندرية، فإن محطة B100 بميناء الدخيلة في وضع جيد للاستفادة من البنية التحتية الحالية ومجتمع الشحن المتواجد منذ سنوات عديدة. ستتشارك موانئ هاتشسون مع شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة من جنيف MSC أكبر خط شحن حاويات في العالم مع أكثر من 650 سفينة، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 4.5 مليون حاوية مكافئة. في عام 2021 تخطت إنتاجية MSC في مصر 600 ألف حاوية مكافئة. محطات حاويات الدخيلة الجديدة التابعة لموانئ هاتشسون بالإسكندرية سيبلغ مساحة محطتها 84 هكتاراً، 1200 متر للرصيف و18 متراً عمق الغاطس، وتسع رافعات رصيف و31 رافعة قنطرية، مع إجمالي استثمارات مقدرة ب 600 مليون دولار أمريكي. صممت موانئ هاتشسون المحطة الجديدة بالإسكندرية لتتعامل مع أكبر سفن الحاويات من أكبر خط ملاحي في المستقبل القريب. تشمل مناطق التحسين الأخرى وجهة مرورية لحركة المرور الحالية لتقليل التأثير العام على منطقة الإسكندرية والدخيلة، كما أن هناك المزيد من التكامل مع نظام تجارة متعدد الأطراف MTS ونافذة، مما سيؤدي إلى تبسيط عملية التجارة وتعزيزها لتعود بالفائدة على مصر. وأيضا نظام عمليات المحطة أنجن الخاص بنا، والذي تم تطبيقه في جميع محطاتنا الجديدة مع التحسين المستمر والذكاء الاصطناعي، سيحافظ على عملياتنا فعالة وآمنة. موانئ هاتشسون المحطة الجديدة بالإسكندرية ستقوم بتداول 1.6 مليون حاوية مكافئة سنوياً. موقعها الاستراتيجي في مدخل قناة السويس بطول الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، موانئ هاتشسون العين السخنة لديها القدرة على توفير روابط قوية مع بقية العالم والشركات عبر البحر الأبيض المتوسط وأوروبا والشرق الأوسط وجميع البلدان الآسيوية. ستنضم CMA وكوسكو إلى موانئ هاتشسون في هذا المشروع. CMA CGM فرنسا هي ثالث أكبر خط شحن حاويات في العالم مع أكثر من 550 سفينة و3 مليون حاوية مكافئة. وكذلك كوسكو للشحن الصين تعتبر رابع أكبر خط شحن حاويات بأكثر من 450 سفينة وقدرة استيعابية تزيد عن 2.8 مليون حاوية مكافئة. في عام 2021 مجتمعتان تمثل هاتين الشركتين بالفعل
أكثر من مليون حاوية مكافئة تم التعامل معها في مصر. مساحة موانئ هاتشسون بالعين السخنة ستبلغ 156 هكتاراً بطول رصيف 2600 بعمق غاطس 18 متراً باستثمارات أولية تقدر ب 600 مليون دولار في المستقبل القريب. ستكون العين السخنة قادرة على تداول أكبر سفن الحاويات في العالم. في المرحلة الأولى نخطط لبدء تداول الحاويات في المحطة من المرسى الشرقي ابتداء برصيف بطول 1200 متر مساحة 72 هكتار لتخزين الحاويات، 10 رافعات رصيف و35 رافعة قنطرية بإطارات مطاطية لتحقيق أفضل حركة من وإلى الرصيف. عند وصول المرحلة الأولى إلى طاقتها التصميمية يمكننا البدء في إنشاء المرحلة الثانية. بالنسبة للمرحلة الأولى نحن نقدر أنه يمكن زيادة سعة تداول الحاويات بشكل كبير إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة. سيتم تجهيز المرحلة الأولى ببوابة جديدة لإنشاء واجهة الميناء لعملاء المحطات الحاليين والجدد ونظام توزيع كهربائي جديد لدعم الآلات الثقيلة المستعملة في العمليات البحرية ونظام حاسوب وشبكة حاسوبية جديدين، وذلك من أجل تحسين كفاءة العمليات وسلامتها وأمنها. كما يمكن توفير مساحة مجاورة لدعم مختلف العمليات المتصلة بالعملاء مثل الشاحنات والتوزيع والتخزين، مما يزيد من جاذبية المحطة. مصر هي محور استثماري مهم لموانئ هاتشسون منذ أكثر من 15 عاماً مضت. إن موانئ هاتشسون متحمسة جداً لهاتين الفرصتين الفريدتين للغاية للتطوير، ونحن ملتزمون برفع دور الميناءين والدمج الكامل لميناءي موانئ هاتشسون الإسكندرية الجديدة بـ100 وموانئ هاتشسون العين السخنة في شبكتها العالمية، وبالتأكيد تأمين مكانة جيدة لمصر على خريطة التجارة العالمية المستدامة. تقدر موانئ هاتشسون البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية، وهي حريصة على الاستفادة من خبراتها في البلاد الأخرى لدفع الاقتصاد المصري وحياة المصريين قدماً. رؤية 2030 تهدف استراتيجية التنمية المستدامة تحت القيادة العليا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحقيق الريادة الإقليمية لمصر مع تحسين نوعية الحياة لجميع المصريين. ستنال موانئ هاتشسون فائق الشرف بمشاركة وزارة النقل المصرية بالمساهمة بكل ما في وسعها لتحقيق هذه الاستراتيجية. موانئ هاتشسون شريك استثماري طويل الأجل لمصر منذ عام 2007.